وينضم إلينا عبر الهاتف مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي. سيد سلمان، مساء الخير وأهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، لو تحدثنا بتفاصيل أكثر عن هذه الدفعة الجديدة المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. مساء الخير، وفي البداية أحب أن أشكركم على هذه الاستضافة. طبعا تأتي منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة لتشغيل محطات الكهرباء في اليمن، امتدادا إلى الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني. توجيهات كريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد حفظهم الله. طبعا منحة المشتقات النفطية تهدف إلى تشغيل محطات الكهرباء، نستهدف أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء اليمن. طبعا الدفعة اللي تصل اليوم اللي هي 45 ألف طن من الديزل و30 ألف طن من المازوت. طبعا هي امتداد للدفعات السابقة اللي وصلت من فترات سابقة. الكميات المتوقعة الإجمالية لوصول الدفعات هي 150 ألف طن من الديزل و100 ألف طن من المازوت بمبلغ قدره 200 مليون دولار. طبعا زي ما احنا عارفين، المشتقات النفطيه هي من المشاريع اللي يقدمها البرنامج السعودي لتنميه واعمار اليمن، اللي تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي اليمني بشكل عام. ايضا تسهم في عمليه اعاده البنيه التحتيه في قطاع الكهرباء، وتساعد في استعاده الخدمات الاساسيه اللي تكون لها اثر مباشر على الشعب اليمني الشقيق. طبعا المنحة هذه من المنح اللي تقدم في تقدم في الفترة الأخيرة ومن 4 أشهر، لكن سبقها طبعا المنحة اللي كانت من بداية عام 2021 وامتدت إلى 2022 بمبلغ 422 مليون دولار، وكان لها آثار وانعكاسات كبيرة خاصة في قطاع الكهرباء واستقرار بشكل عام في البنية التحتية وفي الاقتصاد بشكل عام. طيب سيد سلمان، يعني لو تضعنا في الصورة، ما هي آليات صرف المشتقات النفطية وآليات توزيعها على محطات الكهرباء؟ طبعا عمليات الصرف تأتي من لجان مكونة تشرف على عملية إدارة الاحتياج الكامل اللي يقدم من محطات الكهرباء. كل محطة يكون لها استهلاك معين لتشغيل منظومة الكهرباء في المحطة أو في المنطقة بشكل عام، ويمر على عدة لجان من عدة جهات حكومية يمنية بمشاركة البرنامج. الجهات هذه تعمل على تدقيق الاحتياج اللي يصدر من المحطات، وبالتالي يكون هناك صرف للمحطات بناء على احتياجها. طبعا تقوم فيه لجان مشاركة من المؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الطاقة ووزارة التخطيط والكثير من الجهات اللي تساهم في المنحة. طبعا الأرقام اللي ساهمت فيها المنحة الفترة اللي فاتت انها عمل يعني ساعدت كثير في إنتاج أكثر من 3190 جيجا وات، امتداد المنحة هذه والسابقة اللي كانت في 422، ساهمت في عملية توفير الطاقة الكهربائية وإنتاج أكثر من 3120 جيجا، بالإضافة أنها ساهمت في تخفيض الفاقد الكهربائي من منظومة الكهرباء، وهو يعني الفرق ما بين الطاقة المنتجة والطاقة المباعة خاصة في محافظة عدن بأكثر من 20%. ساهمت بشكل كبير في ساعات التشغيل وانتظام ساعات التشغيل، كانت النسبة مرتفعة بأكثر من 20% مقارنة مع الفترة اللي سبقت المنحة. يعني ساهمت في شكل كبير في تغذية الاقتصاد اليمني عن طريق التخفيف من عبء الانفاق الحكومة، وأيضا ساهمت في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية ورفع القدرة الشرائية بشكل كبير. أنا أشكرك على هذه المداخلة. كان معنا عبر الهاتف مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي. شكرا جزيلا لك.